واعد ينتظر صناعة الزيوت الصخرية في المغرب بعد أن تحدثت تقارير لشركات عالمية مختصة عن وجود احتياطات هامة من المادة في المملكة المغربية. وفي هذا الإطار شرعت مجموعة سان ليون البريطانية التي يوجد مقرها في إيرلندا، شرعت في إقامة مصانع لها قرب مدينة طرفي جنوب المغرب لاستغلال الصخور النفطية في المنطقة المغربية الصحراوية. الأرقام تقول إن منطقة سواحل طرفايا تختزن في باطنها احتياطات ضخمة من الزيت الصخري تصل إلى 50 مليار برميل، بينما تختزن منطقة الأطلس المتوسط 42 مليار طن. أرقام جعلت المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في المادة، فيما أبحاث تنقيب متواصلة عن مزيد من الاحتياطات في باقي المناطق المغربية. وتوجد شركات عالمية أخرى تستغل وتستخرج المادة من مناجمها في المغرب، وهي توتال الفرنسية وبيترو بيرا البرازيلية وإسي إنيرجي الأسونية. المصانع الجديدة للمجموعة البريطانية ستنتج ما بين 5000 إلى 10000 برميل من المادة يوميا، بينما دخلت شركات عالمية أخرى في مفاوضات مع الرباط من أجل استغلال مناطق أخرى. القارة إفريقيا بالعربي. تجربة صغيرة بإمكان